الشعر ونبالة الفقراء
مدينة طرسها وجع الإنسان، وحدة الشعراء ونبالة الفقراء. اسمها ببالي أورفليس، بين النبوة والتقديس. أنا النبي، أنا المصطفى المختار الحبيب. أنا النبي، أنا المصطفى المختار الحبيب. استدعيتني. انت مين؟ انا هو. انت المصطفى المختار الحبيب. هلأ صار الوقت. اجت ساعة الكلمة. عم اكتب لك حياتك واسمك وهويتك، وحدد لك تصرفاتك وشو بدك تقول. وحريتي. حريتي. حريتك. هلأ فوت على الكتاب، لازم كمل مدينة أورفليس. وفي أورفليس مدينة غربته، ظل المصطفى المختار الحبيب، الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته لتحمله إلى جزيرة تذكاراته الأولى. هنا أيام كآبتي كانت، وأطول منها ليالي وحدتي. طويلة هنا أيام كآبتي كانت، وأطول منها ليالي وحدتي. فكيف أمضي من غير جراح كثيرة هي أجزاء روحي موزعة في هذه الشوارع، وكثر أبناء حنيني العرات بين التداني. ليس الفراق بثوب نلبسه اليوم وننتزعه غدا. الفلاح الذي ترك سكته، والكرام الذي أوقف دولاب معصرته. إن البحر الذي يدعو الكل يستدعيني. ايها الام الهاجع فيك يجد النهر سلامه.
الجدول الصغير ما هي إلا دورة واحدة، وآتي إليك نقطة طليقة في بحر طليق. يا نبي الخير، في الليلة الأولى حين جئت مدينتنا، أذكر يا المترا أول من سعى إليك أنا، أول من آمن بك أنا. أذكر يا ميري، عظيم حنينك إلى أرض أحلامك، وإن محبتنا لن تقيدك، لكن واحدة نسألك قبل أن تفارقنا. لمرة أخيرة عن الحق أعطنا، ونحن نعطيه لأولادنا وأولادنا إلى أولادهم، وهكذا يثبت فينا كلامك على مر العصور. في وحدتك راقبت أيامنا، وفي يقظتك سمعت بكاءنا وضحكنا. يا أبناء أورفليس، بماذا أحدثكم إن لم أظهر لكم أحلام نفوسكم؟ هات حدثنا عن المحبة، هات حدثنا عن المحبة. المحبة إذا أشارت إليكم فاتبعوها، المحبة وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها. المحبة حتى ولو جرحكم السيف المستور بين ريشها، أو بددت أحلامكم كما الرياح تبدد البساتين. فالمحبة التي كللتكم هي أيضا تصلبكم، فالمحبة التي كللتكم هي أيضا تصلبكم. المحبة تضمكم إلى قلبها كأغمار حنطة، تظهر عريكم. المحبة تطحنكم لتصبحوا كالثلج أنقيا، ثم تعدكم لنارها المقدسة. لكي تصيروا خبزا مقدسا يقدم على مائدة الرب المقدسة. المحبة لا تعطي إلا ذاتها، المحبة لا تأخذ إلا من ذاتها، لا تملك المحبة شيئا ولا ترضى أن أحد يملكها، فهي مكتفية بالمحبة. لا تملك المحبة شيئا ولا ترضى أن أحد يملكها، فهي مكتفية بالمحبة. المحبة لا تعطي إلا ذاتها، المحبة لا تأخذ إلا من ذاتها، لا تملك المحبة شيئا ولا ترضى أن أحد يملكها، فهي مكتفية.
الوفي بالمحبة. لا تملك المحبة شيئا ولا ترضى أن أحد يملكها، فهي مكتفية بالمحبة. أما أنت إذا أحببت فلا تقل الله في قلبك، لكن قل أنا في قلب الله في قلب الله. أما أنت إذا أحببت فلا تقل الله في قلبك، لكن قل أنا في قلب الله 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 في قلب الله. بصت عملوا لك دعاية وهيك صار الرقابة، منعتها من هون، أخذوها الأصحاب من هون، طبعوها بالسر ووزعوها. لكم لبنانكم ولي لبناني، لبنانكم مشكلة دولية يتقاذفها رؤساء العالم. أما لبناني فتلال تحت سماء زرقاء. لبنانكم حكومة ذات رؤوس كثيرة، مربعات بين رئيس دين وقائد جيش. أما لبناني فشاعر يجلس بين الأبدية والأبدية. لبنانكم طوائف وأحزاب، لبنانكم المتحمسون على المنابر والخرس المتخاذلون قدام الأجنبي. أما لبناني فالزارعون والكرامون والعمال. أغنية بنت حطابة في أحراج لبنان أبلغ من خطابات أكبر ثرثار بينكم. رسام وشاعر وكمان سياسي. أنا يا ماري هاسكل جاي غير الناس، جاي اهديهم لزيتهم الخفية. كتبي من قبل هي مقدمة لهاللي عم أعمله اليوم. تاني كتاب النبي؟ كتاب النبي إلك زمان بتحكي لي عنه. هالكتاب رافقني من أيام الأولى، من الدورات الحياتية السابقة. بدي إياه كتاب وعظ شاعري، لأنه الوعظ هو التبشير الفعلي بالحقيقة. ليكون تقمص فيك سقراط. شايف مدينة عم بتمشى فيها وعلم الناس، بس مش هالمدينة ولا هالشوارع، لا مصانع ولا ناطحات سحاب، مدينة محبة وبساطة. انت عم تكتب نيويورك عزوقك. نيويورك عزوقي يمكن، بس انا سميتها أورفيليس، مغلفة بغموض الشرق وضباب النبوات. وهل إلي مطرح بمدينتك؟ بكل المدن. انت حتى المدن اللي بالخيال؟ حتى المدن اللي بالخيال. نحنا مش بالصدفة التقينا. الناس بيسموا كل حادثة بيجهلوا مركزها من حياتهم صدفة. تأملي قديش قلنا بالزمان متجهين صوب بعضنا. انا هاجرت من بشري وانت جيتي من مدينة كولومبيا والتقينا ببوسطن، واول ما شفتك عرفت انك انت اللي كنت ناطرة. حبيبي جبران، ما بقى تقول، وصل البوح لحفة الدمع. هلو مستر كنوف، ما تواخذنا، جايين انسجمنا بالحكي ونسينا موعدنا مع الناشر ألفريد كنوف. بسيطة ماري حبيبتي، سبقيني عند مستر كنوف، عندي مخابرة ضرورية. ما تتأخر. أوكي. هلو جيرترد حياتي، اشتقت لك. لا تجد في على الحب، الحب حرية، الزواج قيد. اشتقت لك، اشتقت ارسمك، اشتقت لتفاصيل جسمك. لك انت لما بتلبسي بتحجبي اجمل شي فيكي. ريشتي والواني ناطرينك تيصيروا حياة. اوكي باي باي. نايمي؟ اهلا مخيل. الله لا يشبعك. عم احكي مع جيرترود بيري، الموديل اللي برسمها. يا بري موديلها هيدا حكي رسم هيدا؟ دخلك؟ انت بترسم بريشتك ولا بلسانك؟ ولك بعد ما خلصت من قصة ماري وهلا جيرترود والست اللبنانية اللي عندها صالون وماري هاسكل، شو قولك؟ شو قولي؟ عجقت ها؟ عجقت عليك.
ولك انت ما بيحملك الا ماري هاسكل. بتحبك. عندها مدرسة وعم تصرف عليك شهرية $75. ما اقصى الذي يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك؟ يعني بدك تقطع عنك الفلوس؟ ما وصلنا لهون. حط عقلك براسك، ماري بتدير بال عليك، بتصلح لك لغتك الانجليزية. خليني افكر. لك شو فكر؟ شو فكر؟ انت عندك ازدواج شخصية، بتحكي عن المثاليات وبتحب المادة، بتكتب عن التسامح، واذا حدا انتقدك الله ما خلقه. دخلك جمعة الماضي ضربت سعد الفلوغي على $3. ضربته لانه كتب ضدي بمجلة السائح. عرزل. طيب شوف، انا بدي غيب عن الرابطة شي كم يوم. شو عندك؟ شغلة. نسيب عريضة عبد المسيح حداد بيشتغلوا بالصحافة، انت بالرسم وبالشعر، بس انا مخيل نعيمي المتخرج من اكبر جامعات روسية وامريكا وثلاث اربع لغات، شغلتي بيع بضاعة متجول بضيع امريكا؟ كعال بالنهار بيع بضاعة مع النسوان، وبالليل فلسفي مع افلاطون وارسطو. وبكره بيكبر شغلك بتصير تحمل افلاطون وارسطو كل واحد كيس، هن ينادوا على البضاعة وانت مطرحهم توعظ بالفلسفة. ما تستهوني انا. امشي امشي، عندي موعد مع النشر. يا ست ماري يا ست ماري، جبران صار اسمه بيّيع بعد كتاب المجنون والسابق، ما عم نلحق، لازم يألف لنا كتاب جديد. هيك فكرك التأليف؟ هيدا الولد لقطة يا ست ماري، مزراب دولارات، بركي بيطلع معه شي قصة غرامية. مستر كنوف، لا تبلش توحي لي شو لازم اكتب. انتبه، أنا بشراوي عقلاتي براس طربوشي. عفوا أستاذ، أنا ما قصدت، بس الستات بيحبوا يقروا قصص الحب والعذاب ويبكوا. أنا يا سيدي كتابي الجديد اسمه النبي. ها؟ النبي ذا بروفيت، اسم بيّيع، ومدينتي اسمها أورفليس. حلو أورفليس. والمعلم فيها اسمه المصطفى المختار الحبيب. المصطفى المختار الحبيب. اه يا حربو يا جبران، فعلا انت لبناني، عملت توازن، ما زعلت حدا، ظبطت ثلاثي. ومثل ما قلت لك، المصطفى المختار الحبيب هو المعلم الواعظ. اه مين بده يصلبوه؟ يصلبوه، لازم يصلبوه او يحاكموه مثل سقراط، حتى يصير للقضية أبعاد استشهادية. لا صلب ولا محاكمة. فإذا خليهم يسمموا له درجي. عبس عاميتك الفلوس. بأورفليس ناس الطيبة والمحبة وبس. إيه رح بتصير مثل قسيس كنيسة سانت ماركوس. وين المرتفعين؟ وين السماسرة والرصوص؟ ما بيصير مدينة كلها أوادم. مدينة بلا زبالة ما في، بلا جرادين ما في. هودي أنا ما بجيبن على أورفليس. إذا أنت ما جبتن هني بدون يجوا. ناشر بدو يجيبن. هك هذا تشيك على الحساب. أنا ما بستلم فلوس، خدي أنت يا ماري حطي بالحساب. مستر جبران بدنا شي كتاب يكون سرعة كسر المبيعات، تصدر طبعة وتنفض طبعة ولحق طلبيات. بدنا شي كتاب يكون سرعة كسر المبيعات، تصدر طبعة وتنفض طبعة ولحق طلبيات. عني يوم طالع والديوان بكرة طالع، يا حرف والشعر ولا دول مكتبة. بدنا شي كتاب يكون سرعة كسر المبيعات، تصدر طبعة وتنفض طبعة ولحق طلبيات. وعني يا ما طالع والديوان بكرة طالع، يا حرف والشعر ولا دوا المكتبات. فرصة للشاطر بيجمع رسمال، لا في شاعر ولا ناشر ما بيحب المال. شاعر
الشاعر يكتب قصيدي ناشر نازل حصيلي والسوق بايدك وبايدي وسهر الدولارات بدنا شي كتاب يكون صرعة كسر المبيعات تصبر طبعا وتنفض طبعا لحق طلبيات عني يا ما طالع والديوان بكرة طالع يحرفوا بالشعر ولا ضوى المكتبة انت من حضارة وانا من حضارة انت سابح بالخيال وانا بجمع مال انا صوت النايل مجروح بديان بشري بيبوح وانا صوت كلارينات بشوارع نيويورك والهيكل الشعر السري نذرنا عمرك وعمري شعبرا لك تكتا بدنا شي كتاب يكون صرع يكسر المبيعات تصدر طبع وتنفض طبع لحق طلبيات عني يا ما طالع وان بكرا طالع يحرفوا بالشعر اتجوز وناقصني شوية فلوس بأمرك الفلوس وصاحب الفلوس وإذا مش متيسر بدبر لك عروس لا العروس موجود على راسي امضيلي هالكمبيالي على العميانة وإذا تشك على العميانة معانا فلوس معانا فلوس هلأ دينا عريس ورهننا عروس طريق طريق بارد ميزان العدل رايح يحكم للناس بالعدل ميزان العدالة لا سكر بيزين ولا بطاطا بيزين ما بيزين العدل وبزنوا الحرامية ترجع كفة العدل عمال المظاهرة تطبش كفة العدل إذا وزننا السياسي
لزوزنا السياسيين اتخربط الموازين في اسباب تخفيفية قطبي مخفية وبترجح كفة العب ترجح كفة السياسيين يا زكي تتحدثوا عني كأني مش منكن ولا راضي معكن بتقولوا حرامي أنا ما خلقت حرامي الفقر الظلم العازي حرمان الكرامي وإرادتكن الخفية عملوني حرامي فقري سبب غناكن جواي سبب شبعكن كل واحد منا فيه حرامي وقديس نظام اللي عملكن سعداء هو اللي عملني تعيس ألا بتاخديني قالت له ليش السؤال ألا بتضلي معي قالت شجرة وخيار يا أهالي أورفليس دينوا نسكوتكن يا أهالي أورفليس بيعمل فرحكن هو وياها برلين عقدرهم رايحين اوعى يتجرح البوح توقع أسامينا من اللون رفيقه
ولا تشربا من كأس واحدة، إنما اتركا بينكما بعد فسحة لترقص فيها رياح السماوات. رياح السماوات، رياح السماوات. فإن أعمدة الهيكل تقف متباعدا، والسنديانة والسروة لا تنوان أحداهما في ظل الثانية. والسنديانة والسروة لا تنوان أحداهما في ظل الثانية. حدثنا عن الأولاد، حدثنا أولادكم ليسوا أولادا لكم، إنهم أبناء الحياة، نمنحهم قلوبنا وليس أفكارنا، لأن أفكارهم لهم. أولادكم ليسوا أولادا لكم، إنهم أبناء الحياة، يسكنون بيوتنا لكن نفوسهم لا تقيم معنا، فنحن منازل الأمس. أنتم الأقواس وهم السهام، ترمي بها الحياة عن أقواسكم. أنتم الأقواس وهم السهام، ترمي بها الحياة عن أقواسكم. فلنجعل حذاءنا في يد الرامي لأجل غبطي والمسرة، لأنه كما يحب السهم الذي يطلقه يحب القوس الذي يثبت في يده. يا نبي أورفليس، قول. كل الضيع في مخاطير، ليش ما عنا مختار بأورفليس؟ يمكن ما له لزوم. عم بيصير عنا معاملات سيدنا زبالة اللي تدني. أنا بديش اللي كيهن. لكن مين؟ يا لطيف، نحن منحكيهم بالمثاليات وهن بالإشياء البسيطة. غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين؟ 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 يا أحبائي، سيدنا شبعنا وعظ، بدنا حقوق العمال. يا إخوان، الظاهر نشأت مطالب ما كانت من قبل، طولوا بالكم تنشوف كيف بدنا نحلها. مولانا انت خليك بالوعظ والرئاسة، بدك هيئات شعبية تساعدك. ما فيك تدير المدينة وحدك. طولوا بالكم لبكرة، علي مشورة. روح قلو للي كتب ما بقى يكتب شي ناقص. غمض عين وفتح عين العامل وين وحقه وين؟ غمض عين وفتح عين العامل وين وحقه وين؟ غمض عين وفتح عين العامل وين وحقه وين؟ سامع شو صاير فوق؟ انت كيف جيت؟ كيف تركت أورفليس؟ أنا ما قلت إنه فيك تترك. مش زبطة، جاي اشلح لك هالجبي وفتش أنا بغيري. ما بصير، أنا كتبتك وخلقتك عزوئي، ما فيك تتمرد علي لا أنت ولا أهالي أورفليس. ما دام خلقت ناس يعني خلقت لهم الإرادة والمعرفة. في أسئلة عم تنطرح خارج الوعظ والحق والخير اللي بكتابك، ومضطر جاوب. ما بتقدر. ناس الأكل والشرب، الغرائز، بدك تشوف بأورفليس شي مقاتلين، شي لصوص، شي مطلعين. هودي منين اجوا؟ انت جبتهم. انا حكيت عن المحبة. يعني حكيت عن البغض. حكيت عن الزواج. الزواج طلاق مخبى.
حكيت عن العمل. عمل يعني العمال والأجور والإضرابات. طلع شوف ما مشكل صاير يا أخي. أنا عملت مديني للحلم، منين إجت كل هالمشاكل؟ من الحلم. ما دام الإنسان عايش وبيفكر بده يصير عنده مطالب واحتياجات. أقولك الميت ما عنده احتياجات. انت عملت اورفليس مدينة شعرية للوعظ بافكارك، بس ما انتبهت للبنى التحتية. مين بده يزفت الشوارع ويهتم بالمي والمنتفعات؟ امبارح زلمي اجي صبي، وين بده يسجله؟ صبي من مواليد اورفليس؟ برافو. شو برافو؟ وين بده يسجله اذا مختار ما في رئيس بلدية؟ ما في. ما بدي بلديات، البلديات المؤسسات بتجفصن العفوية. انت ما بدك الناس، بدها ما فيك توقف الناس. تضمن لي اياها تكون بلدية صالحة؟ صالحة؟ وين في بلدية صالحة؟ ويصير في انتخابات وصور مرشحين وخلافات مثل بلديات الشرق الاوسط، ويمكن يصير في تزوير وشراء اصوات كمان. بس انتبه، اورفليس مدينة جديدة وبعد ما صار فيها موتى تينتخبوا بينقلولن اساميهم. رح خزق هالكتاب وردكن كلكن للعدم. تقدر تخزق كتابك، بس نحنا صرنا، وانا صار اسمي المصطفى المختار الحبيب للابد. وهالناس اللي خلقتن ما فيك تحركن بصبيعك مثل الدمى. كل واحد خلقت معه حريته وبدن يعيشوا حياتهم. عم تتجادل مع حدا؟ مع نبي اورفليس، وراح زعلان قال بده يترك ويفل. ما بيفل، انا بطلع انعه. بس شو السبب؟ قال انه اهل اورفليس صار عندهم مطالب حياتي وبدن من الجملة بلدي ومختار. معه حق، وهيك قال لك مستر كنوف. مدينة جبران، مدينة الحلم ومعرفة الذات، تصير مثل كل المدن بالمدى المنظور. ايه بس بالاخر ما رح يبقى الا اللي خلقتهم انت، اورفليس وناس الكتاب وكلماتك اللي عايشة بذاكرة كل شاب وصبية. انت وصلت، وانت وصلتي معي. دايما انا معك. كنتي معي ببعلبك، انت بنت الكاهن وانا الراعي اللي حبته ورجعوا التقوا بزمان تاني. كنتي معي بأجور، بحصار طروادة هيلين وبار، وهلأ بأورفليس النبي والميترا، وبانتظار دورة جديدة وماري وجبران جداد. ماري تمشي معي لوين يا جبران؟ لمطرح ما بتدعينا الحياة. تعني الزواج؟ نعم الزواج. هل فيك تقطعي معي الطريق حتى النهاية؟ الزواج؟ انت مش صادق يا جبران. انا رايحة على اورفليس احكي مع النبي. لماذا انا هنا؟ لماذا انا هنا يا اله الارواح الضائعة؟ ايها الضائع بين الالهة، لو في كسر هاللوحات، لوحات تافهة سخيفة، لوحات بلا روح. يا هاللوحات اللي عملتها يا ناس خلقتن كونتن بالريش رسمتن تصاروا ناس. يا هاللوحات اللي عملتها يا ناس خلقتن كونتن بالريش رسمتن تصاروا ناس. من احساس اعطيتن احساس، ضوينا اسم كاس، جارت منكن بدي رجع كل العدم البارد نسيان، لا فرح ولا احزان نسيان، قاعد يخزو النسيان. يا هاللوحات اللي عملتها يا ناس خلقتن كونتن بالريش رسمتن تصاروا ناس. يا هاللوحات اللي عملتها يا ناس خلقتن كونتن بالريش رسمتن تصاروا ناس. من احساس اعطيتن احساس، ضوى
يخزوا النسيان. انكساري يا انكساري يا سيفي البراق ودرعي الصقيل، قرأت في عينيك أن الجلوس على عروش الناس استعباد للناس، والوصول إلى مداركهم انحطاط إلى مستواهم. شو الظاهر اتزعلته؟ رفضتني ماري هاسكل؟ ماري هاسكل رفضتني يا ميشا. وكنت رفضها؟ انت ابن بشري مر بصخور، ايدك والكف سحبة من شعره، النسوين بيحبوا القتل. انا اصارع وحشا اسمه العالم. هيك اسمح لنا، رسومك عم تنباع، ما خليت شخصية ما رسمتها، كتبك شاعت ومدخيلك زادت، صار عندك رصيد واسهم بالبنوك واصدقائك نخبة نيويورك. على فوقه اخته لرئيس الجمهورية روزفلت عملت لي عشاء على شرفي وبدي اياك معي. شفت كيف؟ من مال بتسب الاغنية ومن مال بتقبل دعواتهم بكل فرح. وشو هالازدواجية؟ هيدا موضوع بده شرح. يمكن بالدورات الحياتية السابقة كانوا هالناس أصحابنا، لذلك منشعر بإنجذاب غامض صوبهم رغم الفوارق الاجتماعية. يا جبران، الإنسان مخير فيما يعرف، مسير فيما لا يعرف، يعني كل شيء بيوقع ضمن إرادتك ومعرفتك أنت اللي بتختاره. طريق مرسوم يا ميشا، ونحن منروح ومنرجع متجهين للغاية الكلية مثل السهم خلال العصور. أنا متحد بالوجود، بالأرض والشجر والناس. المهم أنا وياك يا ميشا التقينا مميزين، وعلى بيادرنا رح يكون حصاد كتير. يا صياد الحجال يلي بتتصيد حجال، دلني وين النبي؟ إذا بدك النبي اسألي عنه الحيك. يا حياك تياب يلي بتحيك تياب، بدي نبي أورفليس، بيته وين بأورفليس؟ نبي ما في عنده بيت، تسألي عنه الناطور. يا ناطور الكروم يلي بتحرس الكروم، اللي وين بلاقي النبي؟ إذا بدك النبي انطري مارق من هون. عم تسألي عني؟ المصطفى المختار الحبيب. انت ماري هاسكل؟ جبران طول عمره يحلم فيك، وكل شي بدي يقوله عن المحبة اولك. ايه بحارتي ناطرين وجزيرتي ندهتني،
والحنين عم يعصف بقلبي مثل الريح بشراع السفينة. ما بتفل قبل الوقت، انت كلمته بأورفليس. هو عم بيعيش حياته، بيسهر بيشرب بيدخن، انا بدي اعيش حياتي. امبارح دخنت ارجيلي نبي وبأرجل؟ بدي جرب. جبران عم بيشرب يدخن بس كمان عم بيختير ويكبر، ورح يجي يوم يفل فيه. انت وهبك الحياة، لا بتكبر ولا بيدبل جمالك، هو رايح وانت باقي. مرات الانسان بحب يكبر، بحب يموت، احسن ما يضل محبوس للابد بكتاب مشلوح بمكتبي عم تاكل الغبرة. بلاقيكي هون مستر كنوف، شو جايبك؟ عم فتش اذا بفتح مكتبي بأورفليس. دخلك؟ ليش ما بتتجوزي جبران؟ اتجوز جبران، الجازة بدها تفتيح عينين. الجازة بدها عمى قلب. وانا شو لازمني؟ انا من غيرتي عليكي يا ست ماري، هيدا الولد لقطة. اذا بتتجوزي وبتربزي بالبيت يقعد يرسم يكتب، وحياتي عنك مزراب ذهب. انت عاميك الذهب. عملتي له شهري، وديتي درس بباريس وشم الهوا حسابك. على القليل بتستوفي شي من اللي عم تدفعي عليه. انت بتغتني وهو بيغتني، وانا هالمعتر كنوف بيطلع لي كم دولار لاخرتي. بس يا مستر كنوف انا اكبر من جبران بعشر سنين. اكبر بعشر سنين؟ بيني اصغر منه بعشر سنين. يخرب بيتك شو بتفهم. انا بعجبك، بعرف بالحلا. دخيلك يا ست ماري، خلي يعطي الاذن تنطبع كتاب النبي. مش عرفتك مزوق هالقد، تكرم عيونك مستر كنوف. شكرا يا ستي. هيدا الكتاب قريت منه مقطع للقسيس، قال لي هيدا بينقرا بالكنايس. عملتي جولي بأورفليس؟ لا بعد. تعي معي قبل ما تروحي. لي ثلاث ايام ما نمت ولا غمضت العين. تقدرني شو بك؟ شو بني؟ وعدت المرابي للمره المية اني بتفعله اخر الشهر. ما تدبر معي المبلغ. ليش عارف شو لازم اعمل؟ رح موت من النعس. بسيطة. يا مرابي، يا مرابي. شوفي شوفي، رح يدفع لي جوزك بكره؟ ندهت لك تقول لك ما رح يدفع لك. روح هلا نام. هو ما رح يقدر ينام. كيف؟ هاي نعوستي مرة، رح ياخذ لي غطة. ايه نام، تقبرني نام. شو نام؟ وعي وعي. انا اللي بحكي. يعني ما في شي دفعة؟ انت حلوي والحلوين كرمة. شوف مصرياتك طلع وجهن خارع علينا، تصور ما بقدر نام تتمسى فيه. يا ست تمسي فيي، على القليل بيطلع لي فايدة. شوفي كل لفتة مسا عفو شهرين للفايدة. اسعارك بالارض. ليش انت وين؟ بالجو؟ الخجل. بدك تغازل ستات البيوت، على القليل عرف شو بدك تحكي. جمالك هبلني، انسطلت، عم طهوج بالحكي. تقبريني حبيبتي، حياتي. يي عليك سطلتك. اكمل كمي. رح افرط دخيلك، اعمل لي شي طريقه وعيني. تسلم. تسلمني رح وعيك، بس قبل ما توعى بالنسبة للفوايد، أيد لفتة المساء عفو 3 أشهر، ولفتة الصبحية عفو 4. 3 و4 7. 3 و4 7. اعملن 8 وتعا بكرة تصبح. يا عمي أنا بفرجكن بفايدة قليلة ومش عم تدفعوها. الله يستركن من شي براب كبير يدينكن وياخد هالبلد فوايد. قوم شيري. طمنيني. مشي حياتي، كنا عم نحكي بتخفيض الفوايد. انتو شوي. بيلزمك شي؟ انا ألفريد كنوف من نيويورك، ناشر كتاب النبي وجاي اتفقد أورفليس. كتاب النبي ضابط بالحكي. بس انت شو بتشتغل؟ انا بدين، باخد شوية فوايد حبيبي. اطلعنا قرايب.
أنا هيدي الشغلة بدمي. أنا من ساعة اللي شفتك قلبي لهفلك. بتصدق؟ أنت مرابي وأنا ناشر. تعا معي على نيويورك هيك منكب الرسمال ومننزل بها الأدبة والشعرة شفط. شو بدي بنيويورك؟ أنا هون سلطان مدين البلد، كله بيشتغل وبيدفع لي فوايد. وإذا عجزوا عن الدفع؟ إذا عجزوا عن الدفع برهنلن بيوتهم. سنتين زمان بتصير أورفليس ملكي. إذا رجع وقال لي بحبك شو بدي قلو؟ بكذب متل أول مرة أو بعترف له؟ إذا رجع وقال لي بحبك شو بدي قلو؟ بكذب متل أول مرة أو بعترف له؟ إذا هو بعد بيرجع يمكن اللحظة ما ترجع ولا برق الصدفة يا هالحبس الطاير فيه اسمك حب عبودية شو بتسوى بلاك الحرية سكوتك يحكي واسمع له يا حب اللي اشتقت له اللي اشتقت له بكل المواضيع بكل المواضيع إلا موضوعي أنا لي وجعي وحزني أنا منمرق من حد وبضيع من حد وبضيع لفتاتك فيه ونشتي وعازف بتقول اسكتي حلفتك علمني كلامي تقل أدفع للندامي ولا يروح ينسانا ربي إذا رجع وقال لي بحبك شو بديله بكذب متل أول مرة أو بعترف له إذا هو بعد بيرجع يمكن اللحظة ما ترجع ولا برق الصدفة ماري جبران شغلت لي بالي ليه هالغيبة أنا تعبان يا ماري عم بتدخن كتير كتير وعم بنرفز عم فكر وقف الكتابة أعصابك تعبيني وقلبي سريع 110 ضربات بالدقيقة بدي اتصل بالطبيب اتصلي بغيابي بحضوري بفضل احكي معك حبيبي جبران كلمك سعيد مش عارف حالي بحزن أو بفرح الفرح والحزن توأم ما بينفصلوا وانت مثل كفة الميزان معلقة بين حزنك وفرحي عم تاخدني لوعي أوسع والرباط اللي بيناتنا حتى نحن ما بنقدر نقطعه نحن حب أجمل من إنه يتحقق ليش ما بيتحقق؟ إذا تحقق بيخلص بقاء الغيمة إنما تشتي والعاصفة إذا هبت بتنتهي كأنك بدك نضل بالمستحيل مستحيل هو النجم الوحيد اللي بيضل نوره يلمع ويحرقنا طول حياتنا يا ماري أنا بالماضي كان بدي الناس يحبوني من أجل الأعمال اللي عملتها اليوم بدي إياهن يحبوني من أجل الأشياء اللي ما قدرت عملتها
لكنك عملت كتير وكتبك انتشرت وعم بتواجه قيمتها بين قبول الناس ورفضهم. تفضل الكتب تكون صغيرة يقراها الإنسان بجلسة وحجمها مهضوم تنحط بالجيب. هيك بتصير جزء من تياب الإنسان. بتصير جزء من الإنسان لأنه الشعر خلاص. أنا صليب الشعر وجلجلة الكتابة. بديت أورفليس ترتل بدي الاحتفال. أنا الاحتفال والمحتفلين. أعطنا أعطنا عن الصلاة والسلام والبيوت. أعطنا 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 عن الصلاة والسلام والبيوت. أعطنا 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 عن الصلاة والسلام والبيوت. أعطنا أعطنا أعطنا. إن الصالح لا يسأل العراة أين ثيابكم ولا الغرباء أين منازلكم. أعطنا أعطنا عن الصلاة والسلام والبيوت. أعطنا 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 عن الصلاة والسلام والبيوت. أعطنا أعطنا أعطنا. وددت لو كانت الوديان والتلال شوارعكم فتتعطر بأريج الزهر ثيابكم. أعطنا أعطنا عن الصلاة والسلام والبيوت. أعطنا 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 عن الصلاة والسلام والبيوت. أعطنا أعطنا أعطنا. كيف ترفع يدك بالبركة إذا كانت ممتلئة ذهبا؟ لا ينتقم لنفسه غير الضعفاء أما الأقوياء بالروح فإنهم يسامحون فإنهم يسامحون. إن كنتم تريدون خلع طاغية تأكدوا أولا أنكم خلعتم عرشه في داخلكم عرشه في داخلكم. أعطنا أعطنا عن الصلاة والسلام والبيوت. أعطنا 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 عن الصلاة والسلام والبيوت. أعطنا أعطنا أعطنا. حدثنا عن الصلاة هاتي حدثنا عن الصلاة. أنتم تصلون في شدتكم وعند حاجتكم تصلون. أنتم تصلون أنتم تصلون. حبذا لو صليتم وأنتم في كمال فرحكم ووفرة خيراتكم. ولتكن صلاتكم صلاة الغابات والأشجار إنها تردد في سكينة الليل صامتة في سكينة الليل صامتة. ربنا وإلهنا يا ذاتنا المجنحة برغبتك نرغب ونشتهي وبقدرتك تحول ليالينا وهي لك إلى أيام هي لك أيضا. ربنا وإلهنا يا ذاتنا المجنحة برغبتك نرغب ونشتهي وبقدرتك تحول ليالينا
نحن لا نسألك شيئا لأنك تعرف حاجاتنا قبل أن تولد في أعماقنا. أنت حاجتنا أنت وكل ما أعطيتنا من ذاتك أعطيتنا من كل شيء. في تلك الغرفة في تلك الزمن لما بينزل عتم الليل بتفتش عخيال الصور فتش عن وجهك بالليل بين الصحراء وضوء القمر لم بشت الغيم تلال وإلا يا ريح سكتي إذا سألتي عني كون وجهي معبي سهول الشتي لما بينزل عتم الليل وبتفتش عخيال الصور فتش عن وجهك بالليل بين الصحراء وضوء القمر لم بشت الغيم تلال وإلا يا ريح سكتي إذا سألتي عني بكون وجهي معبي سهول الشتي تتاحد بالسما الزرقاء عيونك مراي وانا حكاية بهالمراي كل ما غمضتي بخلص انا والحكاية انت وانا الصورة والمراي بينزل عتم الليل وبتفتش عخيال الصور فتش عن وجهك بالليل بين الصحراء وضوء القمر لم بشت الغيم تلال بيقول لا يا ريح سكتي إذا
سألتي عني بكون وجهي مع بسول الشديد. شو اللي جابك لهون؟ جاي اسأل ليش وقفت الكتابي وقف الوقت بأورفليس لا أمحو لا حصاد وتجمدت النسم أحفاف البيادر وتجمد خيال الطير الطاير تعبتني الكتابي إجت الإعلامي تلالي بلادي ندهتني ولازم سافر لازم سافر أنا متلك ندهتني بحر الطفولة جزيري أحلامك قلتني أسيرك انت صرت أسيري خلص الكتاب وحررني مصيري يا عم يوميلي انت روح بسبيلك وأنا بروح بسبيلي ما منرجع هالدني منتلقى بناس جداد شي منذكرهن شي مننساهن شي بيخلقوا بتاني بلاد كل ما منرجع هالدني منتلقى بناس جداد شي منذكرهن شي مننساهن شي بيخلقوا بتاني بلاد يا فرحي إني رح أرجع مثل الزهر بروح وبرجع والدورة بترجع تنعاد والدورة بترجع تنعاد تنعاد كيف بدنا نترك فرحنا من دون كآبي سجين لو ترك سجنه بتسحق الرحابي كيف بدنا نترك فرحنا من دون كآبي سجين لو ترك سجنه بتسحق الرحابي كيف بدنا نترك المنفى وما نتألم والمنفى زمانه ناس ضحك وسلم زمان مثل المحبة ما بيتقسم زمان مثل المحبة ما بيتقسم أنا بسألك أنت منين وأنت مين أنا اللي كنت بأفكارك من سنين أنا أيام الطفولة الساعات البخيلة أحلامك بالغيب والمستحيل اللي كان جواتك قاعد وتمرد وتمرد وصار المارد أنا أزهارك بالجو أنا جذورك بالأرض أنا أبراجك بالغيم وأنا أساس البنيان أنا أنت أنت أنا أنا أنت أنت أنا واتنيلتنا عم نطلع عدراج الشمس اللي بتلمع واتنيلتنا عم نطلع عدراج الشمس اللي بتلمع عينينا على البحر التاني وعلى الكون التاني بتطلع منها مثل الزمان يكمل درب الزمان والتاني مثل البحران نجديد بيخلق وبيرجع بيخلق وبيرجع منا مثل الزمان يكمل درب الزمان والثاني مثل الحياة
بيخلق وبيرجع. أنا وإنت أنا بالزمان. هلو جبران. مستر كنوف، مين هالضيف؟ لحظة، كأني بعرفه. تعرفه؟ مش غريب عني، شكله صوفي على شرقي. هيدا النبي. ما غيره نبي أورفليس؟ ما غيره المصطفى المختار الحبيب. أنا معجب فيك. حضرته ألفريد كنوف ناشر الكتاب. حضرتك الناشر، سعيد بمعرفتك. استاذ مصطفى النبي، رح خلي العالم يتعرف عليك. صدقني استاذ مختار، النبي احسن طباعة، جلد بني بلس 12 رسم، رح سفرك لاخر الدنيا. صدقني استاذ حبيب. يا اخي النبي. ايوه ايوه استاذ نبي. الهيئات، الجمعيات الثقافية، النوادي، بس يصدر الكتاب. وين بده يصدر؟ جبران وقف الكتابي، وقفت الحياة بأورفليس، وأنا راجع عنه يرجع يكتب. شعور غامض وقفني عن الكتابة. شعور غامض؟ بالأعمال ما فيه شعور غامض، في عقود وبنود جزائية ومحاكم، فيه ناس ناطرين. أنا كتبت النبي أورفليس والناس وحبيته. لا بقى بدي النبي يرجع على جزيرته ولا هالناس يخلصوا. جمدتن بالزمان حتى ما تخلص اللحظات الحلوة. بالعكس بالعكس يا جبران، إذا كملت الكتاب ووصلته للنهاية ما بتعود تخلص الحكاية، وبتصير ترجع كل ما واحد فتح الكتاب. يا جبران، كل شي لازم يوصل للغاية. ظاهر حرية الإنسان مرهونة بالآخرين. رح ارجع للكتابة. يس جبران رجع يكتب. جبران رجع يكتب. جبران رجع يكتب. جبران رجع يكتب. حدثنا عن العمل. أنتم تعملون لتجاروا روح الأرض. 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 لأن الكسول غريب عن الفصول، ولا يسير في موكب الحياة السائرة بجلال نحو اللامتناهي. نحو اللامتناهي. أنتم تعملون لتجاروا روح الأرض. 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 حين تعملون تحققون حلم الأرض الأسمى، وفي قدكم إنما تحبون الحياة. لكم إن الحياة ظلمة، أما أنا فأقول لكم تكون الحياة ظلمة ما لم يكن هناك اندفاع. وكل اندفاع أما إلا في المعرفة. 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 قلوبنا كأن مسايا البسوا.
أنباؤنا العمل محبة تناهد العمل محبة تناهد إن لم تعملوا بمحبة فخير لكم أن تجلسوا عند باب الهيكل وتأخذوا صدقة من الذين يعملون بفرح يعملون بفرح. وإن خبزتم خبزا بغير لذة فإنه لا يشبع من جوع وإن عصرتم عنبكم بغير فرح فإنه يكون مرا في الشراب. وإذا غنيتم كالملائكة ولم تحبوا الغناء فإنكم تصمون الأذان عن سماع علمني البوح، علمني شو بده يقول الإنسان للإنسان حتى يقترب منه أكتر. أنت كتير قريبة. كيف بدي أكسر سيف القلق؟ كيف بدي ألغي المسافة بيناتنا؟ يا المترا، في مسافات بتلغي حالها وفي مسافات كل بوح العشاء ما بيقدر يلغيها. هل انكتب للنهر ما يوصل للبحر؟ يمكن اللي كتب للناس كل واحد يدور على ذاته يشتاق للتاني بس ما يتحدوا. جبران بده ماري وماري ما بده جبران. انت بدك النبي والنبي كتب له سافر على جزيرته. يا ريت جبران ما بيخلص هالكتاب. انا حبيت الناس بأورفليس وبدي اياك انت ما تفل او بتاخدني معك. مطرح ما رايح ما بقدر اخذك معي يا المترا. لكن وعدي الك ارجع بزمان تاني. السر يا جيرتريد. انا بغار من ماري. الغيري عاطفة انية. انا عم ارسمك وانت قدامي ساعات وساعات عم نستغرق ببعضنا. أنا انسكبت فيكي وأنت انسكبت فيي. هلا نعيمي. اليوم خلاص. لا 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 لا، شو خلاص؟ خليكي يا عمي خليكي. بدنا نسبح وجه الله. أي متى الموعد التاني؟ بتصل فيكي. كيفك اليوم؟ I'm a false alarm. أنا حالي كذب يا ميشا. اتجرت من امريكا. وانا اتجرت من عالم المكانات، عالم الانسان المحكوم بالشغل كل يوم. انا مش رح استرد حريتي وكرامتي الا بلبنان. وهل عندك مشروع معين؟ ببالي مطرح ولا اجمل. اذا رحت له ما بيعود الك قلب تتركه. داير قديم بضواحي بشري اسمه داير مار سيركيس، بدي اشتري وعيش انا وياك فيه. وبيبيعوك اياه؟ كلفت محامي صاحبي بطرابلس يزبط لي البيع. هونيك يا ميشا نعتزل العالم، منكتب مثل ما بدنا، منشتري مطبعه، لكن منشتغل بالارض، منحول اليابس اخضر، بتباركنا الريح،
وبتفرح فينا الشمس. نحن اليوم بتشرين الثاني، لك شو رأيك؟ شو رأيك إذا استقبلنا الربيع على كتف ويد القديسين بشري أو بالشخروب ببسك أنت؟ عندي أشغال كتير يا ميشا، ما بقدر خلصها قبل كم شهر أو سنة، خصوصاً كتاب النبي. خايف ما تروح يا جبران. داير مار سركيس حلم حياتي إلا ما اسكن فيه، ومن هلأ لهيك الوقت يهدر من يعيش. ومن هلأ لهيك الوقت أنا تعبان يا مخيل. طب شو رأيك بإجازة كم يوم؟ وين؟ محل بعيد عن نيويورك 100 كيلومتر، اسمه كهونزي، أوتيل صغير شجر وشلال، بيعرفوا نسيب عريضة. لك من دون درس بروي أنا وأنتو نسيب عريضة وعبد المسيح حداد. إذا هيك رح روح بلغ الشباب فورا. يا سألت عن مور سركيس؟ إيه سألت. لك ترى هودي الرهبان ما بيبيعوك إياه. كيف عرفت؟ قال أنت كافي. أنا جرجي مفرج من الكورة وشغلي بالأراضة. كلفت محامي صاحبي يشتري لي إياه. لك يا أستاذ اش بدو قعدك فوق؟ دار خربان وهوا بيزنطير وغطيته وموارنا. تعو تدبر لك على الساحل دار كويتلا طبقان وارميد مستلم ابونا برنانديز. ايه الله وكيلك هيدا $200 بيطوب لك الوقف كله. اش قلت؟ كاسكن يا شباب. يلا كاسكن. ها شوفوا صاحبنا، تذكر وادي القديسين؟ عرفني. لك شو هالعرقات يا مخيل؟ هودي عرقات بس كنت جوز عمتي شايلن على ايده. اللي كم حبة تلج؟ لا اخي لا، انا ما بشرب من تلج امريكا. هل قد مأسرين عليك الروس؟ يعني تلج سيبيريا احسن؟ لك ما كله شتي. لا شتي روسيا شعبي اشتراكي، شتي امريكا رأس مالي استعماري، بس انا ما بشرب الا من تلج صنين. كل ما بعت لي جوز عمتي تنكة عرق بيبعت لي معها تنكة تلج. ايه وبيوصلوا معي بحطهم بالفريزر بيرجعوا تلج. حلوة حلوة. كيفني معك؟ المهم جوز عمتك يضل يبعت لك عرق، احسن ما نشتري ويسكي وننقطع بويسكي بهالغلا الفظيع. كاسك يا جبران. طيب قليلة تسقينا انت صندوق ويسكي تهريب ومغشوش لانك مسترخص وشريب $25. لك ايه ما كله بيسطل. امريكا كل شيء اخترعت ما قدرت تعمل كاس عرق. يا شباب يا شباب، خلصت الاجازة وما حكينا بالاشياء الاساسية اللي من اجل اسسنا هالرابطة الالمية. يا نسيب نحن اليوم جايين ننسى ونسكت. معه حق، في امور كتيرة علقة لازمها حل. مزبوط. خود مثلا اللبنانية الهربانين من الاستعمار الفرنساوي وعم بيفتشوا عن ثورة. وكلهم بدهم اياك تخطب وتحاضر عن القضية. يا اخي نحن اهل قلم وعلينا الاهتمام بالرابطة وبس. اهل قلم يعني اهل فكر، واليوم ما في مفكرين ما عندهم هموم سياسية. نسيب إذا الوردي بتقدر تنفصل عن عبيرة بينفصل الأدب عن الشأن العام. لا 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 لا، وما فيك توصل للتغيير بجناح واحد. نحن الرابطة الألمية مهمتنا نطور الفكر ونحرض أدب البلاد العربية على التطور. عبس تحرضهم لأنهم مأمورين سياسيا، وسياسة الرأي الواحد بتنتج أفكار نمطية. يا إخوان نحن هون استفدنا من الحرية وتنوع الثقافات. تلجي حط. تأكدوا انه السياسة هي اللي بتطلق الوطن صوب الابداع وهي اللي بتقمعه. صح. اذا بتحب السياسة هالقد اترك الشعر واشتغل سياسي. ما الشعر سياسي. سياسة النكرزات والخدمات الصغيرة والألعيب هيدي لا. كل عظم العالم اللي اشتغلوا سياسي اعتبروها على انها نبيل واخلاق، والتعاطي بكبر وانسانية. هلو جبران. مستر كنوف شو عرفك وين؟
الناشر فيه كلب صيد بريح. أنا لاحق بدنا نخلص كتاب النبي. لا 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 يا مستر كنف، هلا مش وقتها. يا نسيب صب له اشرب اشرب كيس. كمان صب له كمان يا مستر كنف. هودي مش فودكا. يطلع بالقنينة. وين المازة؟ ما فيش راس بلا جورة. هيتو بيعرف بمازة العرق أكتر منا. Singing Ataba, Tanzani ourselves. Singing Ataba. الهوى ضعنا من كتر ما فيكن تولعنا يا زين عن درب الهوى ضعنا من كتر ما فيكن تولعنا مشتاق ليكن والمجال بعيد يا ريتنا كن كنا تودعنا. لطلع راس الجبال واشرف على الوادي وبقول يا مرحبا نسم هوا بلادي. يلا يطوف النهر ويكنس الوادي لعمل زنودي جسر وبقطع كلايا محل الهوى بالهوى محل العز بيا. غرب يا قلبي غرب حلوتها الدار شفافة بتقلك سرب وعيون السهر. غرب يا قلبي غرب حلوتها الدار شفافة بتقلك سرب وعيون السهر. سهيرة اللي عم يلفوا لعندك عرفوا بعضن حلفوا واختلفوا صار اللي صار. بعضن حلفوا واختلفوا صار اللي صار. العين التحتة شفت بلف تعرفنا راح صفي بعين التحتة زكي إجرار. يا قلبي غرب حلوتها الدار شفافة بتقلك سرب وعيون أصهار. يا حلوين ومرجحنا الحب ورحنا كيف بدنا نكبر نحنا وتضل صغار. يا غرب يا قلبي غرب حلوتها الدار شفافة بتقلك سرب وعيون أصهار. عالم آخر ظهر المسيح علي 3 مرات وكنت صغير. في مرة ضيفت رشاد وهو عطاني تياب جداد. يا ماري مش عارف حالي إذا كنت من بشري وبي خليل أو خلقان بكلكتة وبي مهراجة أو فرعون من النيل.
بين الهند وبين النيل بتشلحني بالمستحيل يا جبران الأبيض مثل الحظ المدهش مثل الإيه. أنا مش عن عبس كتبت النبي، أنا مرسل تقول الكلمة تبشر بالرحمة. ويا أورفليس المدينة اللي خلقت من الحلم وغزل التلج وحيطان الوهم، جايين نعمل لك زيارة نحن وأعضى الرابطة الألمية زيارة يا مخايل نعيمة، وأعضى الرابطة الألمية لاقونا طالعين نزور النبي بأورفليس. الشعب وجايين يزوروا أورفليس، جماعة رجال الشعب الحب يلاقونا الكل بأورفليس. يا نبي الخير، يا نبي الخير، يا نبي الخير، يا نبي الخير بأورفليس، يا نبي الخير. والحب في الناس أشكال وأكثره، كالعشب في الحقل لا زور ولا ثمر. والحب إن قادت الأجسام موكبه إلى فراش من الأهواء ينتحر. يا بيدر المحبة يا وطني الأخير، ندرت لك حالي وأيامي العبير، يا بيدر المحبة يا وطني الأخير. حلو إنك تعطي هاللي بيسألك، بس الأحلى إنك تعطي هاللي ما بيسألك. حلو إنك تعطي هاللي بيسألك، بس الأحلى إنك تعطي هاللي ما سرقه. ويروح المحكوم في دل مش محكوم، وابكي يا عدالي واضحكي يا هموم. ندرت لك حالي وايامي العبير، يا بيدر المحبه يا وطني الاخير. حلو انك تعطي هاللي بيسالك، بس الاحلى انك تعطي هاللي
جينا للتعارف. اهلا وسهلا اورفليس، بتسعد فيكم. هدايانا من كرم الطبيعه، عسل النحل الملكي وعنب الاسود، ومنا الكن كتب وجرايد يوميه، ومني انا راديو حتى تسمعوا موسيقى وشو صاير بهالدني. جبتيلن القلق، المرأة هداياها القلق. نصيحة مني، منعهن يسمعوا الراديو. يا اخوان ركزوا لي هالراديو بالساحة، هيدا الراديو ملك عام، ممنوع حدا يفتحه او يتسمع عليه الا بالاحتفالات والاعياد وبحضوري شخصيا. برغبة أن أذوب كجدول متدفق وفي العطف المتناهي أختبر الآلام، برغبة أن يجرحني الإدراك العميق للمحبة للمحبة، فتنزف دمائي وأنا مغتبط أن أنهض عند الفجر بقلب مجنح، أن أستريح في الظهيرة بوجد المحبة المحبة، ثم أعود شاكرا في المساء ثم أعود شاكرا في المساء. كتب الرواية كتب لي مصيري، علقني بين الأمل والحيرة، لا في بوح ولا في روح، أيامي عندك لها الغيرة. كتب الرواية كتب السؤال، حبني وحبيته لقلت فكرنا عيش سوا وهيدا محال، وبجزيري وانا بجزيري، شو نفع الاحلام اذا ما بتتحقق، تتبل بعزوبي وتوقع بسلام، نحلم بالتلاقي ونحن وعم نتفرق، يكفي نحلمنا والسعادة احلام صدفي والتقى تعرفنا وفهمنا بعضنا، نحنا شخص واحد ما نعرف شو بنا، لي جمالنا واحد واللي فرقنا واحد، يا أنا يا أنت ويا أنت أنا. Thank you.
لينا لينا وحدك؟ ضجر وشوب. ايه شوب شلحي مخجل. ليش؟ في احلى من انك تستقبلي الهوا والشمس عارية مثل شجرة؟ ولا واقح وبتغازل؟ الغزل بده واقحة والجمال حرام تخبيه التياب. يخرب ذوقك شو بتعرف تحكي؟ انت مرابي ولا شاعر؟ انا عنب المعصرة، عركيني تصير مبيد، انا سنديانة الشير وانت عصفورة المدى. ضحكي منك بتسوى كل شي في كمبيالات وبنوكي. ياي كمشتك بالجرم المشهود غرامه بالليل ومع المرابي؟ شو عم يعمل لك شاك على العتم؟ شو بيك لحقنا على الدقسة؟ نبي أورفليس إنما اتركا بينكما بعض فصوحات لترقص فيها رياح السماوات. هيدا رأس هيدا؟ هيدا خلع، هيدا شخلعة. لا هيك كتير. ياي اترك الراديو. انت بشو بالك والحرامي سرق الراديو؟ العمى شو كترة السرقة؟ الحرامي سرق الراديو والمرابي رح يسرق المرة؟ ليه؟ وليه عم تسرق المال العام؟ دخلك شو بتستحلوا كلكم بهالمال العام؟ ما حدا بيسأل عنه. شفتوا؟ انتوا سامعين اخباره؟ عليك الخبرية بترعب. وين في مجاعة؟ وين في حرب؟ بيجيبن من اخر الدنيا وبيدبلكن ياهن بهالساحة. بكرة بدكن تدفعوا لي تأسره. وليه؟ وليه انت مفكر البلد سايبة؟ هلأ دائب عينك هالراديو؟ انسرق البلد كله وما حدا حكي. الظاهر ما بتشوفوا إلا السرقات الصغيرة. حرامي وبيحكي بالسياسي. مصاري شغلة الحرامية. بلا شريعة، دوروا هالراديو، خلينا ننطرين. برافو عليكي. ما نبي أورفليس بيقول ما بتكونوا أحرار إلا إذا كانت أيامكم بلا هم ولياليكم بلا حرمان. برافو عليكي، دوري دوري. لك إذا سمع حدا فضيحة. لينا سمع يا أخوان سمع. ساعة الاستماع بمية. شو الدفع؟ في ضريبة على السمع للدولة. ولو على السمع ضريبة ما يكون في على النظر كمان. معلوم. ليك حبيبي، إذا مرة حلوة شي وإذا ختيارة بيعوضوا عليك. إيه مش رح ندفع، دور هالعجيبة. بدك تدفع. بدك تدور. بدك تدفع. دور. والآن سيداتي سادتي نقدم لكم النشرة العلمية. صرح ناطق عسكري بأن إحدى الدول تطور قنبلة ذرية تفني مدينة بحجم نيويورك. كله حكي. اسمعوا بعد في أكثر. يا مرابي أنت اللي عم تضحك، اسمع الخبر. مراصد الإنذار المبكر التقطت شارات قادمة من الفضاء وتخوف العلماء من حصول غزو من عالم آخر يدمر الحضارة. يا لطيف كسروه. يا عمي أنا شو عمله؟ لاني مدينه ولاني عمله كمبيالي ولك كيف عرف اسمي؟ أنا رايح نام. سكروا هالراديو. ولك يا سيدنا خربت الدنيا وانت بعضك بالوعظ. مين فتح الراديو؟ راديو بنص الساحة، مراقبة ما فيه وامن ما فيه. كيف ما بده يصير في تجاوزات؟ قلنالكم حطوا حراسة، اطلبوا مراقبين. في شيء على الموضة أكثر. بدنا لجان تحقيق. بدنا الحقيقة. لا تقولوا نية الحقيقة. لا تقولوا لقيت الحقيقة، قولوا لقيت حقيقة واحدة ولا نص حقيقة. ناس مثلكن بيحبوا الثرثرين لأنه سكوت الوحشي بيفضح نفسياتهم قدام عيونهم. يا لطيف لو كنت مرتك بطلقك. يا سيدنا هيش قاعد بالنعيم مزال دعس بالغبرة، لازم توقع تتفركش تتعرف شو صاير بالدنيا. دخيلك يا سيدنا، هرب النوم من العينين، طار الناس. عندك شي حبة تنوم؟ ولك شو بك؟ شعوب الفضاء القنبلة الذرية رح تفنى البشرية. يا ريت سمعنا من الحرامي. موتوا موتوا. دخيلك يا نبي أورفليس. خبينا. وأنا وين بدي أتخبى؟ بدنا شي حبة منوم.
روحوا صلوا وناموا. يا سيدنا يا سيدنا، كيف بدي صلي والعالم عم يتفجر مثل البركان؟ ما بقدر اعلمكم الصلاة بالالفاظ. الله ما بيسمع كلماتكم الا اذا رسمها عشفافكم وحكي فيها قلبكم. روحوا صلوا وناموا، الصلاة احسن منوم. الصلاة احسن منوم، الصلاة احسن منوم. قوموا ناموا، روحوا ناموا، الصلاة احسن منوم. يلا صلوا، احسن منوم، الصلاة احسن منوم. باب الحكم بلبنان في على وصاية، والاستقلال ما بيتم إلا بثورة شعبية. ثورة بمعنى استلام الحكم بالعنف؟ نعم بالعنف. ويسيل الدم؟ الظاهر هيك. حبس، قلت لك عندك ازدواجية، ولك كيف شاعر وصوفي وبتقتل؟ لأجل خلاص الشعب. خلاص الشعب، وخلاص الشعب ما بيتم إلا بالعنف. يا أخي يا أخي، أنا ما بأذي نملي، أنا متوحد مع المخلوقات. أختي الخروبة، أخي الديك، ابن عمتي الخروف. إيه، ولما تجوع بتاكل قرايبك. علينا فصل الدين عن الدولة. قبل كل شيء السيادة وإنهاء الحالة الطائفية. شعبك ممسوك بالطائفية، كل واحد ولاءه لطائفته، نحن بدنا إياه يكون ولاءه للوطن. كل هالاشياء ممكن تتم بدون عنف. هلا شايفني حامل سكين ونازل تذبيح بالعالم؟ اللي بده يتعاطى الشأن العام عليه العمل المتواصل للإقناع والتنفيذ بواسطة الكلمة والفعل الصالح. يا اخوان، في خبرية بدي لكم اياها. اليوم بلغت الشعب بجبل لبنان اني مش راجع على الوطن ومش راح استلم الحكم. انت؟ نعم انا. عرضوا علي ورفضت. سألوا ميري هاسكل. لتكون هلوسة شعرية. وبكامل وعيي. وبكامل وعيك؟ إذا هيك خلينا ننطفي أشرف. قوموا يا شباب، قوموا، أنا أعزمكم على كاس عند ملفرد. قوم يا خليل. تفضل يا جبران. وطني بيعرفني وانا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وانا بوطني غني. وطني بيعرفني وانا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وانا بوطني غني. زرعني بارضه وانا زرعته بكل الدنيا، زرعني بأرض وأنا زرعت كل الدنيا. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني أنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا أنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. زرعني بأرض وأنا زرعت بكل الدنيا، زرعني بأرض وأنا زرعت بكل الدنيا. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. بعرف البيت وبعرف الحي وبعرف البوابي، راجع من الغرب فتش عن غيابي. فايق وين حفرت اسمي عدرفة شباك، يا ريت في فارق كآبة الغرب من دون كآبي، كآبة الغرب من دون كآبي. افتح لي يا وطني، افتح لي يا وطني، يا وطني. حزن كبير فارق الناس وفيات الهياكل،
واترك الكرام والبيدر والمناجل واسرق محبة الناس اللي حبوني وروح. لكن صار الموعد وصلت السفينة واجت الرسائل وصلت السفينة واجت الرسائل. افتح لي يا وطني افتح لي يا وطني يا وطني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. زرعني بأرض وأنا زرعته بكل الدنيا، زرعني بأرض وأنا زرعته بكل الدنيا. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. زرعني بأرض وأنا زرعته بكل الدنيا، زرعني بأرض وأنا زرعته بكل الدنيا. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. الرحيل لازم شوفه لجبران. جبران Thank you.
صار لك شيء؟ كيف قادر تعيش بهالضجيج وهالسرعة؟ لعلك فهمت ليش أنا عم ألف كتاب النبي وليش اخترعت مدينة أورفليس. أنت اخترعت مدينة للحلم حتى تهرب عليها من واقع نيويورك بساعات انكسارك. بساعات الانكسار بتولد أعظم أحلامنا. بس أنت ما سكنت فيها، حطيتني أنا والكرامين وزراعين وما وفرت لنا شيء من أسباب الراحة. وفرت لكم الطمأنينة، حضارة اليوم حضارة قلق. بس أنت وين؟ أنا بحن لأورفليس، بحلم بطرقاتها وبيوتها بس ما بسكنها، لأني عايش إيقاع العصر وتفاعل الأفكار والسياسي وسباق الحضارات. ضجة نيويورك خلقت هدوء أورفليس. معك حق يا جبران. بعد 12 سنة انتهت أيام الخدمة والطير اشتاق يرجع لجزيرته. زودني بكلمات الوداع والمحبة واكتب نهاية هالكتاب حتى اركب سفينتي وروح. خلص هالكتاب، صار لازم توضع النهاية. حتى النهايات السعيدة حزينة يا ماري. لو سمعت منك وتجوزنا كان انتهى الحب، ويمكن ما كتبت النبي، ويمكن كنا افترقنا. أنا يوم اللي عرضت عليك الزواج ورفضتي صدمت كتير. قلت خسرنا الزواج بس ما نخسر الحب وعشت هالواقع. بس في شي كان يموت باستمرار. الاتصال المستمر والدايم بالنهار وبالليل وتنعاد القصة كل يوم وإلى الأبد بيقتل الحب. وليكن بينكما بعض فسحات لترقص فيها رياح السماوات. مين بيعرف؟ يمكن نتجوز مجيء تاني. المجيئات الدايمة حق، وبانتظار مجيء تاني سكون غميق بيمرق فيه الإنسان من جوهر لجوهر. خريف الجسد بيقود للشتي، والشتي ضروري لربيع آخر. فضائلنا لا تنضج إلا عبر الحياة. أعطيني القلم خليني خلص هالكتاب. ويروح النبي لجزيرته بحارته ناطرين. يا ماري، يمكن بكرة أقرب الناس يقولوا جبران استوحى نيتشي أو ويليام بليك. لكن أنا من الشرق، من مطلع الشمس والرسالات، وطالع من بخور الكتب المقدسة. وكان المساء فقالت المترا: مبارك هذا اليوم وهذا المكان، وطوبى لروحك التي خاطبت أرواحنا. فأجاب قائلا: وهل أنا الذي تكلم؟ أما كنت بين السامعين أيضا؟ أما كنت بين السامعين أيضا؟ حينئذ هبط درجات الهيكل. يا أبناء أورفليس، قصيرة كانت أيامي بينكم، وأقصر منها الكلمات التي قلتها. أما إذا اضمحل صوتي في أذانكم، إذاك أعود إليكم. فليكن عهدا حتى آخر يوم، حاجة الإنسان تتغير محبته. فليكن عهدا حتى آخر يوم.
إن كان فيما قلته حق فهذا الحق يعلن نفسه، وإن لم يكن كافيا فإنني من الصمت الأعظم سأعود. فليكن عهدا حتى آخر يوم، حاجة الإنسان تتغير لا محبته. الضباب الذي ينقشع مع الفجر ينهض ويتجمع ثم يسقط مطرا. كالضباب كنت بينكم، عرفت فرحكم وألامكم، وفي رقادكم كانت أحلامكم أحلامي. جاءكم حكماء يعطونكم من حكمتهم، أما أنا فجئت آخذ من حكمتكم. جاءكم حكماء يعطونكم من حكمتهم، أما أنا فجئت آخذ من حكمتكم. الإنسان أعظم من تلك التي تحول غاياته كلها إلى شفاه العطش، والحياة كلها إلى ينبوع. إنني كلما جئت الينبوع شاربا وجدت الماء الحي عطشانا، وجدت الماء الحي عطشانا فيشربني كما أنا أشربه. أيها الغريب الهائم في الأعالي، لماذا تسكن القمم حيث تهوي النسور أعشاشها؟ لماذا تطلب ما لا ينال؟ أية عواصف تود لو تصطادها بشباكك، وأية طيور أثيرية في الفضاء، تعال وكن واحدا منا، انزل إلينا واشبع من خبزنا وارتوي من خمرنا. لم أطلب إلا سر فرحكم وألمكم، إنني لم أطارد إلا ذاتكم الكبرى التي ترود الفضاء. هذا أوان الحصاد ونحن نختزن ذكراك في قلوبنا. إن كل ما يبدو ضعيفا فيكم هو أقوى وأثبت ما في لياليكم. أليس الحلم الذي لم يحلم به أحد منكم هو الذي بنى مدينتكم؟ لو كان لكم أن تسمعوا همس ذلك الحلم لما سمعتم أي صوت عداه، ولكنكم لا تبصرون ولا تسمعون، وهذا خير لكم، فالحجاب الذي على عيونكم سترفعه اليد التي حاكته، والطين الذي يسد آذانكم ستنزعه الأصابع التي جبلته، وعندئذ تبصرون وعندئذ تسمعون. وفي ذلك اليوم تدركون الغايات الخفية في كل شيء، فتباركون الظلمة كما تباركون النور. صبور هو ربان سفينتي، الريح تهب والشراع نفذ صبره. الجدر بلغ البحر ومرة ثانية تحتضن الأمور عظيمة، ولدها وداعا يا أبناء أورفينيس، قد غربت شمس هذا اليوم، وانغلقت علينا أبواب كما تغلق زنبقة الماء أورقها على غديا، وما أعطيناه نحتفظ به هنا. إن سبتنا ولا وحلم الانتهى ولم يعد من فجر، إن سبتنا ولا وحلم الانتهى ولم يعد من فجر. وإن كان لا يكفي
لا تنسوا أنني سأعود ثانية، لا تنسوا أنني سأعود ثانية. قليلا وحنين يبدأ يجمعه غبارا وزبدا لجسد آخر. قليلا ولا ترونني، ولكن بعد قليل ترونني، لأن امرأة أخرى ستلدني. قليلا ولا ترونني، ولكن بعد قليل ترونني، لأن امرأة أخرى ستلدني. No!